من الجديين من أجل إقناع بالرياضة المغربية ومدينة المضيق أو عمالة المضيق الفريدة دائما تلقى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحضور الدكتور سعيد بودرة دائما تلقى الأدانة الساقية والاستجابة لكل طلبات السجلوا على أن المتسابقين الآن هم في نقطة كاميرا أي القرية أحد إحدى عنصرات الفريق الوطني المغربي وهي البطلة إكرام الزقلاني. إكرام الزقلاني بطلة من مدينة المدينة. أعتقد أن تحضر معنا يعني حريص أن توجد في المحطات. ما هو سر الزقلاني؟ ما هو سر الحضور يعني الدائم في مثل هذه المحطات؟ سي خليل تحية خاصة أحييك أحضر